لصحبه ومن والاه. بالإخوة الحضور الدارسين الكرام كل باسمه ولقبه في أي مكان متواجد فيه الآن، أنا وائل عبد الحميد المطبوح، لاجئ فلسطيني أسكن قطاع غزة، بلدتي الأصلية هي ذي القيمة من قضاء غزة، تبعد عن مكان وجودي هنا يعني حوالي 15 كيلومترا طوليا طبيعي. أحمل شهادة الماجستير في دراسات الشرق الأوسط، وكان لي شرف الدراسة في أكاديمية دراسة اللاجئين أو دراسات اللاجئين التي يعني أتشرف أن أكون اليوم محاضرا فيها، وأتمنى أن يعني نقضي وقتا جميلا في موضوع المحاضرة اليوم وهو اللاجئون الفلسطينيون في قطاع. قبل البدء في الموضوع أتمنى من الحضور جميعا الإخوة الدارسين المستمعين أن يؤكدوا جودة الصوت إنجاز التعديل حتى يعني نمضي قدما في المحاضرة بصوت يعني إن شاء الله يكون صوت واصل للجميع ويعني بدرجة جودة عالية إن شاء الله، مع مراعاة أنني من آل المفتوح، بالتالي الصوت ستجدون فيه بحة أو ضعفا هنا أو هنا. في انتظار تأكيد إذا موضوع محاضرة اليوم هو اللاجئون الفلسطينيون في قطاع غزة، وأود أن أوجه سؤالا الآن، هل من الدارسين أحد من قطاع غزة؟ هل من الإخوة الدارسين المتابعين الآن أحد من قطاع غزة؟ إن كان يعني هناك أحد من قطاع غزة بالرجاء كتابة مجموعة من المعلومات عن جغرافيا قطاع غزة ليراها جميع الدارسين، يعني هذا من باب يعني الاتصال والتواصل بين المحاضر والمستمعين أو الدارسين. إن كان هناك أحد من سكان قطاع غزة من الدارسين برجاء يعني كتابة ما يعرف عن جغرافية قطاع غزة. في البداية يعني نتحدث بشكل إجمالي عن مجمل أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في مناطق نفوذ السلطة الفلسطينية، وهذا يعني أحيلكم إلى المركز الإحصاء الفلسطيني في إحصائه الأخير الذي نشره في يونيو 2017 عندما تحدث عن الفلسطينيين بشكل عام وخص اللاجئين الفلسطينيين في مناطق السلطة الفلسطينية بالحديث، وأشار في تقريره إلى أن 43% من مجمل السكان في مناطق نفوذ السلطة الفلسطينية هم لاجئون، هذا بحسب بيانات عام 2017 فيما يتعلق بنسبة السكان اللاجئين في مناطق نفوذ السلطة. ثم يشير التقرير أيضا إلى أن عدد أو نسبة اللاجئين في منطقة الضفة هو 26.6%، بينما بلغت نسبة اللاجئين في قطاع غزة حوالي 66.2%، وهذه النسبة تقريبا في قطاع غزة هي الغالبة، مجمل اللاجئين في قطاع غزة بشكل عام قد يصل أحيانا إلى 70% في بعض المناطق أو بعض المخيمات كما سنتحدث بعد قليل. فيما يتعلق باللاجئين الفلسطينيين، مجتمع اللاجئين الفلسطينيين أشار إليه التقرير الإحصائي إلى أنه مجتمع فتي، بمعنى أن الأفراد الذين تقل أعمارهم عن 15 عاما بلغ تقريبا 40% من إجمالي السكان في مناطق نفوذ السلطة في عام 2017، هذه إحصائية يعني حديثة ومحدثة، بينما بلغت النسبة لغير اللاجئين حوالي 38.6% من إجمالي غير اللاجئين، وبلغت نسبة كبار السن الذين بلغوا 60 سنة فما فوق حوالي 4.9% من إجمالي اللاجئين. من هنا يصنف مجتمع اللاجئين في قطاع غزة أو في مناطق نفوذ السلطة بشكل عام على أنه مجتمع فتي، وستجدون في التقرير الإشارة إلى بعض القضايا الاجتماعية بنسب متفاوتة، مثلا حوالي 39% من الأفراد اللاجئين هم فقراء في عام 2017 أو حتى عام 2017، وبعض القضايا الأخرى التي أحيلكم إلى يعني
ملخص تقرير الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وهذا نشر في 20 يونيو 2017 أو 19 يونيو 2017. هذه المادة التي بين أيدينا هي مادة من إعداد الدكتور عصام عدوان، مشكورا يعني نوجه له الشكر الجزيل على هذا الجهد الطيب في إعداد هذه المادة العلمية. نبدأ الحديث عن قطاع غزة بشكل عام، لماذا سمي قطاع غزة ووصف عام لهذا القطاع، حيث إن نشأة قطاع غزة كانت عام 1949، وقطاع غزة هو شريط ساحلي على ساحل البحر الأبيض المتوسط، الساحل الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط، يحده من الشمال قضاء الرملة، ومن الشرق قضاء الخليل وبئر السبع، ومن الجنوب شبه جزيرة سيناء، ومن الغرب بالطبع سيكون البحر الأبيض المتوسط. يقع قطاع غزة كما أسلفت هنا على البحر الأبيض المتوسط. نشأ قطاع غزة في عام 1949 بعد توقيع اتفاقية رودس بين مصر والاحتلال، حيث خضع للإدارة المصرية في فترة من 1949 حتى 1954 تحت اسم المناطق الفلسطينية الخاضعة لرقابة القوات المصرية. معروف تاريخيا أن قطاع غزة خضع للإدارة المصرية منذ عام 1948 وحتى يعني بعد نهاية حرب 1948 وحتى عام 1900 حتى النكسة، أو يعني ما اصطلح على تسميتها النكسة، يونيو 1967، 19 عاما تقريبا تخللها فقط فترة يعني تقل عن عامين ما بعد عام 1956 بعد يعني حرب 56 التي احتل فيها الكيان الصهيوني منطقة قطاع غزة لمدة تقريبا 20 شهرا ثم انسحب منها. دون تلك الفترة كان قطاع غزة يخضع للإدارة المصرية، وكان يعني أشبه بي يعني جزء من الدولة المصرية. بعد ذلك اصطلح على تسميته بقطاع غزة بعد هذه الفترة، يعني بعد عام 1954 اصطلح على تسميته بقطاع غزة. لكن أود أن أوجه سؤالا هنا، سؤالا تفاعليا للإخوة الدارسين في صراع المصطلحات بيننا وبين الاحتلال، هل يجوز استخدام كلمة إسرائيل بين قوسين للدلالة على الاحتلال؟ إذا كان الجواب لا فما المصطلح البديل؟ إذا كان الجواب نعم فهو نعم، لكن إذا كان الجواب لا فما المصطلح البديل المقترح من قبل الإخوة الدارسين؟ إذن في الفترة من 1948 حتى 1967 كان قطاع غزة يخضع للإدارة المصرية ولم يكن وقع تحت الاحتلال الصهيوني بعد. في 22/2 عام 1950 تم توقيع ما اصطلح على تسميته اتفاقية التعايش بين الجانب المصري و الجانب الصهيوني. سميت هذه الاتفاقية باتفاقية التعايش، وبموجب هذه الاتفاقية تقلصت مساحة قطاع غزة، وبعد قليل سنذكر تفاصيل عن مساحة قطاع غزة بالأصل ولماذا نهتم نحن الباحثين بهذه الأرقام عندما نتحدث عن مساحة قطاع غزة التي هي الآن 364 كيلو متر مربع يقطنها ما يزيد على 2 مليون مواطن. في أصل مساحة قطاع غزة وفقا لاتفاقية الهدنة الموقعة في رودز في 24/2/1949 كانت 555 كيلو متر مربع، يعني تقريبا مرة ونصف ضعف المساحة الحالية. يضاف إليها
منطقه منزوعه السلاح تسمى مثلث العوجه بمساحه 260 كيلو متر مربع. اذا مساحه قطاع غزه الاجماليه هي حوالي 815 كيلو متر مربع. فيما بعد اقتطع منها 200 كيلو متر مربع وفقا لاتفاقيه التعايش التي وقعت في 22/2 عام 1950 كما اسلفنا بين الطرف المصري والطرف الاحتلال. ثم بعد ذلك احتلت بين قوسين اسرائيل مثلث العوجه اللي حكينا عنه مساحته 260 كيلو متر مربع في عام 1955، فتقلصت مساحه القطاع الى 364 كيلو متر مربع، وهي تعادل او توازي 1.35% فقط من فلسطين التاريخيه التي يبلغ او تبلغ مساحتها 27000 كيلو متر مربع .006 او 009 حسب الروايه. طب لماذا نهتم نحن الان بهذه الارقام؟ لماذا نذكر ان مساحه قطاع غزه الاجماليه التي يجب ان تكون هي تقريبا 815 كيلو متر مربع، فيما هي الان فقط 364 كيلو متر مربع. اقول نحن نهتم بهذه الارقام لانه تعلمون الان يعني ضمن ما يسمى او مصطلح على تسميته صفقه القرن، او في كل المشاريع التي تتحدث عن تصفيه القضيه الفلسطينيه بشكل عام، يعني يتم التحدث عن قطاع غزه وتوسعه قطاع غزه والاتجاه جنوبا او في الاتجاه الجنوبي الشرقي من مصر، ويعني زياده مساحه قطاع غزه لتتوافق او تنسجم مع حجم الزياده السكانيه المتواصله التي يعني يعيشها قطاع غزه. انا اذكر معلومات، يعني هذه المعلومات ضمن التقرير السنوي للحكومه الفلسطينيه او ضمن التقرير السنوي لوزاره الداخليه او حتى وزاره الصحه. قطاع غزه تقريبا على مدار العشر سنوات الماضيه الارقام تقريبا ثابته، هناك زياده في المواليد تصل الى من 50 الى 55 الف مولود جديد، يقابلهم عدد وفيات من 4 الى 5000 متوفى، فبالتالي متوسط الزياده السكانيه السنويه لقطاع غزه يبلغ 50 الف مواطن سنويا. بالتالي بعد 10 سنوات، بعد 20 سنه ممكن الارقام تتزايد، وعاده كما يتحدث اهل يعني المختصين بالسكان والكثافه السكانيه انه اي بلد نسبه الخصوبه لدى النساء 3.5 سماء فوق متوقع ان يتضاعف كل 15 عام، بمعنى انه قطاع غزه اللي نسبه الخصوبه لدى النساء تفوق 3.5 تصل الى 4 واحيانا الى 5%، هذا قطاع غزه الان احنا في 2018 عدينا ال 2 مليون، يعني مع نهايه عام 2017 كنا يعني تجاوزنا، او عفوا يعني في منتصف عام 2018 كنا تجاوزنا ال 2 مليون. بعد 15 عاما وفق هذه النسب سيصبح عدد سكان قطاع غزه 4 مليون مواطن. ال 4 مليون مواطن، المساحه الموجوده هي 364 كيلو متر مربع، لك ان تتخيل عزيزي واخي الدارس كيف سيكون الوضع في قطاع غزه بعد 15 عاما من الان، لانه الزياده السكانيه يلزمها زياده في مباني السكن، مباني التعليم، مباني الصحه، شق الطرقات وغير ذلك، فلك ان تتخيل انه منطقه عدد سكانها 4 مليون مواطن ومساحتها الاجماليه فقط محدوده 364 كيلو متر مربع، هناك حديث طبيعي عن توسعه قطاع غزه و ما يمكن ان يطلق عليه اسم المشاريع يعني تصفيه القضيه في هذا الاطار، ايضا تاريخيا لو تحدثنا بشكل تاريخي انه غزه جزء من بلاد الشام وفلسطين ايضا جزء من بلاد الشام، غزه بشكل عام يعني بشكل خاص وفلسطين بشكل عام. بلاد الشام تاريخيا ترتبط مع مصر بحدود، يعني تنتهي اراضي بلاد الشام تقريبا في منطقه العريش التي تسيطر عليها مصر الان، فبالتالي يعني
يمكن الحديث حول هذا الموضوع مستقبلا، انه قد تسمع او قد يسمع احد منكم انه والله هناك يعني حديث عن توسع قطاع غزه، وانه حدود قطاع غزه الاصليه هي في مثلا جزء منها في منطقه العريش. هذا يعني لذلك اهتممت، يعني كان في اهتمام من الدكتور عصام وحتى مني انا كملقي للمحاضره ان نتحدث في هذه الارقام ونوضح مساله يعني توسعة القطاع وحدوده الأصلية أو مساحته الأصلية، ومن ثم نتحدث عن مساحة الحي. لو نظرنا إلى الخارطة، خارطة قطاع غزة الآن ستظهر على الشاشة. لو نظرنا إلى الخارطة الآن موجودة، يعني أعتقد أن الجميع يشاهد الخارطة، اللي كان موجود معنا الآن يشاهد الخارطة على الشاشة. هذه المساحة المظللة هي المساحة التي اقتطعت، هي الآن أصبحت يعني أنا أعلم عليها باللون الأخضر، هي المساحة التي اقتطعت من قطاع غزة وأصبحت يعني ضمن بقية رودس. هذه المساحة كلها المظللة اقتطعت من قطاع غزة المساحة الأصلية، بالتالي نحن نتحدث عن هذه المساحة هي قطاع غزة. لمن لا يعرف، قطاع غزة يبدأ من بيت حانون شمالا وينتهي برفح على الحدود المصرية الفلسطينية هنا في اتجاه الجنوب. هذا ما يتعلق بالخارطة وما في الخارطة التي تشير إلى يعني قطاع غزة. ملاحظ أنه قطاع غزة لاحظين أنه قطاع غزة منطقة يعني مساحة ضيقة، مساحة صغيرة جدا متواضعة، لكن من فضل الله عز وجل فإن فعلها ويعني عملها على أرض الواقع عمل يعني كبير وقوي بفضل الله عز وجل. يعني هذه ليس لا أتحدث لأنني من قطاع غزة، لكن هذا الواقع الموجود. قطاع غزة الآن يعني يدافع بين قوسين عن الأمة العربية والإسلامية. لجوء القطاع ومصادر مصادر يعني أماكنهم الأصلية، المصادر هنا هي قراهم التي هجروا منها أو المدن التي خرجوا منها عام 48 تحديدا، بعد يعني النكبة أو ما أطلق عليه باسم النكبة وقيام دولة الاحتلال. في الغالب فإن أصول اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة تعود إلى مناطق وسط وجنوب فلسطين وأيضا من غرب صحراء النقب ومنطقة بئر السبع، والقليل منهم من يافا واللد والرملة وأسدود وعسقلان، مجموعة كبيرة من عسقلان. بمعنى أنه كلما اقتربت الأراضي المهجرة من قطاع غزة كان يعني الوصول إلى قطاع غزة سهلا في 48. لذلك أغلب الأهالي أو أغلب اللاجئين الموجودين في قطاع غزة تعود أصولهم إلى مناطق قريبة عادة من غزة، لكن يافا واللد والرملة يمكن مناطق أبعد من عسقلان وأبعد من القرى التي سنذكر بعضا منها بعد لحظات. إذن يعني سهولة الوصول إلى قطاع غزة هو الذي جعل هؤلاء الناس في 48 يعني يعودون أو يلجؤون إلى قطاع غزة بعيدا عن يعني أن يذهبوا إلى الأردن أو يلجأوا إلى مناطق الضفة الغربية التي كانت بعيدة عنهم، لأنه طرق المواصلات كانت صعبة، الحرب اللي كانت موجودة، العصابات التي كانت يعني تمنع الطرق وتهجر وتقتل، هذا كله هذا دفع المناطق القريبة من قطاع لجأت إلى قطاع غزة. عشان لذلك أغلب سكان قطاع غزة أصولهم اللجأ، أتحدث عن اللاجئين، أصولهم تكون من مناطق قريبة من القطاع، ويعني أحيانا تصنف من قضاء غزة أو قضاء عسقلان وهو القضاء الموالي والمجاور بشكل مباشر لقضاء غزة. أمامكم جدول بأسماء المدن والقراء والقرى التي لجأ أهلوها إلى قطاع غزة عام 1948. الحديث هنا عن حوالي 126 قرية من القرى التي دمرها الاحتلال عام 1948 هي التي انتقل منها سكانها الأصليون إلى قطاع غزة وأصبحوا لاجئين أو يصنفوا على أنهم لاجئون في قطاع غزة.
هناك قضاء يافا وقضاء رملة وقضاء غزة وقضاء بئر السبع. إذن المناطق المحيطة بقطاع غزة بشكل مباشر، يعني الآن لو ركزنا هنا في قضاء غزة، عندي منطقة بيت حانون، عبسان، رفح، بيت لاهيا، خزاعة، دير البلح، المجدل، أسود، بربرة، برقة، برير، بعلين، بطان الشرقي والبطان الغربي، بالجرجة، بالدراس، بالطيمة، بتعفة، تل الترمس، ووصولا إلى يعني خان يونس وغيرها من الأماكن التي تدخل أيضا ضمن قضاء غزة. وتلاحظون يعني أسماء كثيرة من القرى التي هجر منها أهلنا عام 48، وفي الغالب هذه القرى دمرت ولم يعد لها أثر إلا يعني بعض القرى التي لا زالت بعض أثارها موجود. أنا على المستوى الشخصي من القرية الأصلية التي هجر أهلي منها هي قرية بالطيمة هنا، كما يعني إذا ترون المؤشر هنا قرية بالطيمة، وهي يعني من قضاء غزة. هناك حديث أيضا عن يعني الأصول وعن بماذا اشتهر هؤلاء الناس عادة بالزراعة، وكانوا يعتمدون على الزراعة في حياتهم الاقتصادية. يعني أكثر من 20% من هؤلاء الناس الذين هاجروا من أرضهم كانوا يعتمدون على الزراعة، إضافة إلى أن هناك يعني بعض الملاك، ملاك الأراضي، وبعض التجار وبعض الحرفيين والعاملين في الورش الصناعية وقطاع الخدمات. كأي مجتمع من المجتمعات هناك يعني فئات كثيرة تمثله، لكن يعني في الغالب كان الاعتماد على الزراعة، في خاصة نحن نتحدث في يعني سنة 48، يعني الصناعات لم تكن متقدمة، ليس هناك تقنيات حديثة ولا تقدم صناعي ولا غير ذلك، وبالتالي كان الاعتماد مقبول، يعني وهو طبيعي أن يكون الاعتماد على الزراعة، وإن كانت الزراعة أصلاً هي أحد مكونات النهضة في العديد من الدول. ومع الأسف أنه حتى الاحتلال الصهيوني يعتمد بشكل كبير على الزراعة ويطور من إمكاناته الزراعية بشكل دائم، لي يعني يصبح يعني صاحب رقم في العالم من ناحية التقنيات الزراعية. حتى الكيبوتسات يعني شهدت الهجرات اليهودية قبل 48 كله كان في نظام الكيبوتسات، وكانوا يعملون أيضا في الزراعة. يعني هذا بشكل عام عن اللاجئين بشكل عام في قطاع غزة. لو انتقلنا الآن إلى الحديث عن المخيمات نفسها اللي هي تجمعات اللاجئين في قطاع غزة، معروف لدينا جميعا أن هناك 8 تجمعات كبرى يطلق عليها اسم مخيم، وتعترف به وكالة الغوث الأونروا. لو قسمنا قطاع غزة إلى قسمين، بدءا من بيت حانون شمالا إلى رفح جنوبا، على اعتبار أن القسم أحد الأقسام سيكون غربيا وهو هذا القسم، وأحد الأقسام سيكون شرقيا وهو هذا القسم، لوجدنا أن 6 من المخيمات مخيم جبالية، يعني القسم لازم يكون يعني شرقا وغربا، مخيم جبالية الذي أقطن فيه وأحدثكم منه الآن، ومخيم الشاطئ، ومخيم النصيرات، ومخيم دير البلح، ومخيم خان يونس، ومخيم رفح، تقع في المنطقة الغربية من القطاع، يعني قريبة نوعا ما من شاطئ البحر، بحر المتوسط، على تفاوت بينها. يعني مخيم الشاطئ من اسمه هو مخيم ملاصق للبحر، يطل على البحر مباشرة، لكن مخيم جبالية قريب يعني في المنطقة المتوسطة ما بين الحدود الشرقية هنا والبحر. مخيم النصيرات أيضا هو مخيم قريب من البحر. مخيم دير البلح أيضا مخيم يطل على البحر بشكل مباشر، وكذلك خان يونس ورفح. لكن المنطقة الشرقية تجمع مخيمين وهما أو تضم مخيمين، مخيم البريج ومخيم المغازي، وهما ضمن ما يسمى عادة عندنا هنا المنطقة الوسطى أو المحافظة الوسطى، بعد ما جاء السلطة أصبحت تطلق عليها المحافظة الوسطى، وتضم
البريد والمغازي والنصيرات ودير البلح كمدن. يعني دير البلح عندنا مدينه وملحق معها مخيم اللي هو مخيم دير البلح، لكن النصيرات عباره عن مخيم والبريج عباره عن مخيم والمغازي عباره عن مخيم. هذه المنطقه تسمى المنطقه الوسطى او المحافظه الوسطى. دير البلح، النصيرات، البريج والمغازي، فيها مخيمين، مخيم اربع مخيمات، مخيمان في المنطقه الغربيه جهه البحر ومخيمان في المنطقه الشرقيه تقترب هنا من الحدود الشرقيه. وللعلم انه نلاحظ في الخريطه انه اقل عمق في منطقه قطاع غزه هي المنطقه التي توجد فيها البريج والمغازي. لو طلعنا يعني قطاع عرضي هنا هيك هكذا نجد انه منطقة بيت حانون من الشرق إلى الغرب منطقة يعني عريضة نوعا ما تصل إلى 10 أو 12 كيلومتر مربع. هنا منطقة بيت حانون من منطقة رفع عفوا تصل أحيانا إلى 14 أو 15 كيلو عفوا كيلومتر وليس كيلومتر كيلومتر، لكن في المنطقة الوسطى هنا منطقة البريج فقط من 6 إلى 7 كيلومتر هي عرض هذه المنطقة. يعني هذا المهتمون بشأن قطاع غزة يعرفون هذه المعلومات بشكل يعني. لو استعرضنا الآن المخيمات مخيما نبدأ بالمخيم الأول وهو مخيم رفح. ولو لاحظنا عدنا إلى الخارطة مرة أخرى نشير إلى مخيم رفح. هنا مخيم رفح ضمن مدينة رفح أو محافظة رفح في المنطقة الجنوبية، ويمكن الإخوة الدارسين من منطقة غير منطقة فلسطين بيسمعوا دائما عن معبر رفح والسفر عبر معبر رفح وإغلاق معبر رفح وفتح معبر رفح. هذا هو المعبر الحدودي، هذا الشريط الحدودي ما بين فلسطين وبين مصر اللي في عمق تقريبا أو في يعني في بعرض 15 كيلومتر تقريبا من 14 إلى 15 كيلومتر. فيه هنا المعبر، المنطقة هذه منطقة رفح، المعبر الذي يفصل أو ندخل من خلاله إلى من قطاع غزة إلى مصر والعكس من مصر إلى قطاع غزة. هذا المخيم أنشئ عام 1949 وأقام فيه حوالي 41 ألف لاجئ فلسطيني. المخيمات قبل 30 و40 و50 عام كأي مخيمات لاجئين تبدأ بالخيم وتتطور تدريجيا لتصل أحيانا إلى يعني بعض البناء من الطوب والإسبست أو ما يسمى أيضا الزينة، يعني هناك نوعين إسبست وزينة. في فترة الولاية المصرية من 1948 حتى 1967 المخيمات بقيت كما هي، كانت عبارة عن يعني مخيمات بسيطة، الحياة فيها بسيطة، الناس شركاء في كل شيء، في الماء وفي المساكن في المناطق، يعني حياة بسيطة، عدد السكان كان قليل. وهناك حلم بأن هذه الشدة لم تطول سنعود إلى بلادنا، لكن لم يكن هناك يعني نية للتعمير أو لبناء بيوت على طراز حديد في ذلك الوقت، لأن الناس كانت تعتبر نفسها يعني هي إلا أيام أو أشهر قليلة ثم يعودون إلى بيوتهم. حتى فوجئوا بالاحتلال الكامل عام 1967 على إثر نكسة 67 يونيو حزيران 67، وجاءت القوات الصهيونية لتحتل قطاع غزة بشكل كامل. في فترة الاحتلال لم يكن معنيا بتطوير المخيمات نفسها كمخيمات بناء، يعني كان ممنوع البناء داخل المخيم لأنه من الناحية الأمنية قد تطل على المواقع العسكرية وقد تؤذي الاحتلال، لكنه كان يعمد إلى إنشاء مشاريع إسكان بجوار هذه المخيمات، وكان يقايض السكان أنه يعني اخرج من المخيم، اترك بيتك في المخيم ونعطيك مثلا قطعة أرض أو نعطيك بيت أو نعطيك شقة أو كذا. فيعني لدينا في المنطقة الشمالية التي فيها مخيم جبالي كما قلت أسكن فيه، منطقة مجاورة للمخيم كانت عبارة عن
منطقة سوافي. هذا الكلام أتحدث فيه ونتحدث عن رفح، لأنه أغلب ما ينطبق أو كل ما ينطبق من مسألة تطوير المخيمات وتفريغ المخيمات ونقل الناس من المخيم إلى أماكن أخرى كانت سياسة صهيونية تطبق في كل المخيمات. فبالتالي عندما أضرب مثالا من منطقة جباليا هو نفس المثال ينطبق في رفح لكن بأسماء مختلفة. في جباليا مثلا هناك منطقة ما بين مخيم جباليا ومدينة بيت لاهيا، كانت منطقة عبارة عن سوافي ومنطقة يعني بين قوسين صحراوية فيها غير السوافي، فيها بيارات وما أشبه. قاموا بتطويرها ويعني عمل توزيعها إلى قطع أراضي وشقوا فيها طرقات وبدأوا يساومون الناس. حتى هذا الكلام حتى ما قبل انتفاضة 1987 وطبق عليه مشروع اسم مشروع بيت لاهيا. الكثير من السكان او عدد يعني كبير من السكان تركوا بيوتهم في المخيم ويعني التحقوا بهذا المشروع. ايضا في المنطقه الغربيه من المخيم كان هناك يعني منطقه اسمها الشيخ رضوان، الان برضه انتقل اليها جزء كبير من مخيم الشاطئ على منطقه على يعني غرب القطاع على البحر، وايضا من مخيم جبالي. كانت هذه سياسه صهيونيه ان نفرغ المخيمات، نضيق على الناس قليلا او كثيرا، نفرغ المخيمات لانه المخيم في تلك الفتره في عهد احتلال المخيم هو الشاهد على النكبه. المخيم ما فيه من لاجئين ومن معاناه ومن فقر ومن ضيق حال ومن سكان يعني يتكدسون 17 18 20 شخص يتكدسون في غرفتين وثلاث غرف واقل او اكثر من ذلك، بالتالي هو الشاهد الكبير. كما وكالة الغوث هي الشاهد على النكبة، فيحاولوا قدر الإمكان أنه يعني يغيبوا هذه الشواهد بمسألة تطوير أماكن بجوار المخيمات لي يعني تحريك الناس في اتجاه. بعد إنشاء السلطة عام 1994 أيضا بدأ شكل المخيمات يتغير، لأن الآن إحنا في سلطة فلسطينية. السلطة سمحت بالبناء، الناس اللي عندها فلوس بدأت تعمر في أماكنها، فصرنا نشهد الطوابق العلوية، لأن الإنسان اللي رب الأسرة اللي عنده 15 20 شخص، عنده ابن متزوج أو اثنين أو ثلاثة، وكلهم كل واحد منهم يعيش في غرفة، لا، الآن مسموح البناء، فبالتالي بدأ يبني. ومن هنا تغير شكل مخيمات اللاجئين في قطاع غزة بشكل كبير جدا، لدرجة أنه أصبحت الآن لا تفرق ما بين المخيم والمدينة التي تجاور هذا المخيم أو يعني تقترب منه في المساحة الجغرافية. يعني مخيم جباليا بجواره إلى جهة الجنوب منطقة جباليا، مدينة جباليا ومدينة جباليا النزلة التي أخذ الاسم منها. الآن أنت لا تستطيع أن تميز ما بين المباني، هذا مبنى مخيم أو مبنى يعني داخل المدينة، لأنه يعني تغير شكل المخيمات بشكل. إذا بالعودة إلى مخيم رفح، لهذه المقدمة عن موضوع التطوير، أنه طالت كل مخيمات قطاع غزة سواء كسياسة صهيونية مبرمجة أو بعد مجيء السلطة والسماح بالبناء بالشكل الذي يعني تحدده البلديات واللجان اللاجئين أو نعم. شكل اللاجئون حوالي ثلث سكان رفح، منهم 99 ألف لاجئ مسجل لدى الأونروا في رفح وفي المناطق الأخرى الكثيرة من في المخيمات. تسمى أحياء المخيم بأسماء القرى الفلسطينية التي هاجروا منها، يعني ستجد في شارع مثلا اسمه شارع سمسم، شارع اسمه شارع هوج لدينا هنا في منطقة مخيم جباليا، شارع مشارع الهوجة، لأنه أغلب السكان المطلين على هذا الشارع أو القاطنين في محيط هذا الشارع هم من منطقة هوج، مهجرين من قرية هوج التي هجروا منها عام 48. بالتالي يعني الناس ربطوا أنفسهم وربطوا حياتهم حتى في أسماء الشوارع وأسماء المحلات التجارية وأسماء المدارس بأراضيهم التي هجروا منها وقراهم التي يعني هجروا منها. وهذا يعني جميل أن يذكر انه الفلسطيني حافظ حتى اللحظه على
يعني اسم القرية التي ستجد مثلا يعني سوبر ماركت المجدل، سوبر ماركت نعليا، مدرسة حلب، مدرسة يعني الكثير من المناطق التي هجر الناس منها لا زالوا يذكرون أسماءها ويعلمون أبنائهم أننا خرجنا من القرية الفلانية، لذلك سمينا هذا المكان بهذا الاسم. هذا ستجدونه في رفح وفي غير رفح من المخيمات الفلسطينية. كما قلنا أنه كان هناك يعني شيء اسمه عملية تطوير للمخيمات، هي في نفس الوقت عملية هدم لهذه المخيمات لتغييب هذا الشاهد. ستجد أنه في عام 1971 قامت سلطات الاحتلال بهدم العديد من المنازل وشق الشوارع واقتلاع الأشجار في منطقة مخيم رفح، كله بيكون عادة بحجة التطوير، لكن الهدف الحقيقي هو الأسباب الأمنية لمنع أي يعني عمل عسكري ضد الاحتلال أو لي يعني استباق أحداث أنه أنها تمنع المقاومة، تمنع المواطن الفلسطيني من يعني استخدام هذه الأشجار واستخدام هذه المناطق لي يعني النيل من قوة الاحتلال، عادة كانت تسير دوريات في الشوارع. أغلب حياة سكان المخيمات بشكل عام كان تعتمد بدرجة أولى بعد 1967 بعد الاحتلال الكامل لفلسطين كلها بما فيها قطاع غزة، أغلب السكان توجهوا للعمل داخل أراضينا المحتلة عام 48، وهي الفئة التي أطلق عليها بعد ذلك فئة العمال. هؤلاء العمال يعملون غالبا ما يعملون في مناطق 48 بغض النظر عن يعني مقدار الأجرة، حسب تتفاوت حسب الشخص وحسب الصنعة وحسب المجال الذي يعمل به، لكن إجمالا كان يعني الوضع جيدا نوعا ما بالنسبة لهؤلاء العمال، لكن بالنسبة لفئات أخرى مثل المعلمين والأطباء والمهندسين كان يعني عمل حكومي تشرف عليه الاحتلال، بالتالي الأجرة كانت زهيدة جدا جدا جدا، وكان يعني في الغالب أصحاب التخصصات الأطباء والمهندسون والفنيون بشكل عام الذين يحملون الشهادات كانوا يبحثون عن فرص عمل في مناطق الدول العربية، تحديدا في دول الخليج وأيضا العراق وغيرها من الدول، بحثا عن فرص عمل. من لا يجد هنا أو هناك ربما كان يعني يحث الخطى نحو هجرة هنا أو هناك في دول أوروبا. نشير هنا أنه الأونروا في مخيم رفح تحديدا تدير 31 مدرسة، 20 منها ابتدائية و11 مدرسة إعدادية، ينتظم فيها حوالي 32479 طالب، هذا بحسب إحصائية 2004 و2005، منها 9 مدارس ابتدائية للبنين و12 مدرسة للبنات و4 مدارس إعدادية للبنين ومثلها للبنات، إضافة إلى مجموعة كبيرة من رياض الأطفال، أيضا بعض المدارس الحكومية الثانوية، لأن التعليم في الوكالة كما يعلم الجميع أو يعني هي معلومة أضيفها إليكم أن التعليم في الوكالة ينتهي عند الصف التاسع أو ما يسمى في بعض البلدان الثالث الإعدادي، ما بعد ذلك ينتقل الطالب من مدارس الحكومة إلى من مدارس الوكالة عفوا إلى مدارس الحكومة ليدرس العاشر والحادي عشر والثاني عشر أو التوجيهي أو التي يقال عنها في بلاد الشام البكالوريا. إذا التعليم في وكالة الغول ينتهي بدراسة الصف التاسع أو الثالث الإعدادي، ثم بعد ذلك ينتقل الطالب إلى المدارس الحكومية. فيما يتعلق بالمجال الصحي في منطقة مخيم رفح، وللعلم يعني هو الوكالة تنشط في قطاعين كبيرين، قطاع التعليم وقطاع الصحة، لذلك عندما نتحدث عن عمل وأنشطة وكالة الغوث في المخيمات سنتحدث عن هذين المجالين بشكل يعني مباشر. تحدثنا عن التعليم وعدد المدارس، الآن فيما يتعلق بالمراكز الصحية، يضم المخيم مخيم رفح مركزا صحيا واحدا تابعا للأونروا
ويعمل بالمركز مجموعه من العاملين ما بين يعني رئيس مركز وطبيب وممرض وحتى يعني الدرجات الاخرى او الفئات الاخرى، حوالي 69 موظفا موزعين ما بين الفتره الصباحيه والفتره المسائيه. حتى عام 1995 تم انشاء مركز صحي جديد للوكاله في مشروع اسكان تل السلطان، وهذا مشروع اسكان يعني مجاور للمخيم او يعني اخذ مجموعه من اللاجئين للمخيم، في التالي صنعوا لهم او اعدوا لهم مركزا صحيا. يعمل هناك 24 عامل صحه، هناك حوالي 9400 زياره مريض. نتحدث قليلا عن عيادات وكاله البر. انا اذكر قبل 30 او اكثر من 30 عاما انه كانت عيادات الوكاله تستقبل حالات الولاده. الان عيادات الوكاله لا تستقبل حالات الولاده، عيادات الوكاله مخصصه الان للامراض المزمنه مثل الضغط والسكري وكذلك مساله الاطفال، والاطفال الذين يلتحقون بالمدارس لاول مره ايضا تشرف الوكاله على يعني فحصهم الطبي ليكونوا لائقين طبيا يعني ليعتمدوا في المدارس. الان تكتفي الوكاله مثلا بتغطيه نفقات بعض العمليات الجراحيه للمرضى اللاجئين، يعني ليس لوكاله الغوث مستشفى بمعنى مستشفى، ليس هناك غرفه عمليات في اي مركز صحي تابع للأونروا، كله يتحول بعد ذلك الى القطاع الحكومي. طب نحن في قطاع غزه المحاصر الضعيف ماليا، حكومه لا تستطيع الانفاق على الجانب الصحي، هنا كان من المفترض ان يتم التركيز على وكاله الغوث في المخيمات، انه لا يجب ان يرتقي العمل الصحي في وكاله الغوث في المخيمات تحديدا يعني يغطي العجز الموجود لدى الحكومه، خاصه في ظل الحصار وظل الازمات التي يتعرض لها القطاع ما بين الفينه والاخرى. اذا نعم تقوم بتغطيه بعض نفقات العمليات الجراحيه في المستشفيات الخاصه او مستشفيات الحكومه، لكن كان الاصل التفكير في ان يكون هناك مستشفى في كل منطقه تابعه للوكاله لتستمر هذه الخدمات ويعني تكون خدمه متكامله انجاز التعبير في الجانب الصحي، لكن حتى الان لا يوجد ولا تفكر ايضا الوكاله في عمل مستشفى يعني تابع لها في اي مخيم من المخيمات، تكتفي فقط بمراكز صحيه او بنسميها احنا العيادات. وفي ظل الازمه التي تتحدث عنها الوكاله ايضا ليس متوقعا ان يعني تحسن الوكاله خدماتها في المخيم. هناك مركز لبرامج المراه انشئ في ديسمبر 1995، يستفيد من برامجه حوالي 5500 امراه و 3500 طفل سنويا. أضيف أيضا إليه مبنى من ثلاث طوابق لأنشطة النساء إلى مركز الأنشطة الشبابية بتبرعات من اليابان. تعرفون أنه كل عمل وكالة الغوث عبارة عن تبرعات، كل ميزانية وموازنة الوكالة هي عبارة عن منح وهبات وتبرعات من المانحين، بالتالي أي نشاط أو أي مبنى سيضاف إلى حصة وكالة الغوث يجب أن يكون هناك متبرع. هنا تبرع في اليابان بشيء ربما يعني نصنع شيء، لم تتبرع اليابان، لم تتبرع امريكا، لم يتبرع اي ممول عربي، اذا يعني لن تفكر الوكاله في يعني اعداد شيء الا بوجود متابع. في خلال الاعتداءات التي تعرض لها قطاع غزه اكيد هناك اضرار ستلحق بممتلكات ومباني وما يتعلق يعني اللاجئين. احيانا وفي احيان كثيره تقوم الوكاله بتغطيه بعض النفقات للاجئين، مثلا يعني من هدمت بيوتهم كليا او جزئيا يعني تستطيع الوكاله ان تدفع مقابل اجره حتى يتمكن من بناء او اعاده بناء بيتي. هذا يحدث في كل الاعتداءات تكرر على قطاع غزه، نسمع او نشاهد ان
الوكاله تدفع اجرات للمتضررين، واحيانا يعني تعيد او تقيم الاضرار وتدفع مقابل هذه الاضرار، يتمكن المواطن من يعني العوده الى الحياه بشكل تدريجي. يعني لا اريد ان اطيل عليكم في هذه الموضوعات، كلها تقريبا يعني ما نتحدث به في مخيم من المخيمات ربما ينطبق بشكل او باخر على كافه المخيم. بجوار او بالاضافه الى ذلك، التقارير التي تتحدث عن الوضع الاجتماعي والوضع الاقتصادي للاجئين في المخيمات بشكل عام، وهنا في مثلا على وجه الخصوص في مخيم رفح، افادت تقارير الأونروا بان هناك 2236 عائله بها 12406 افراد بحاجه للمساعده في اعاده تسكينهم، حيث سلمت الأونروا 414 منزلا ليضم 444 اسره في المرحله الاولى، وهناك 126 منزل اخر للمرحلة الثانية ل 136 أسرة. أيضا حصلت الأونروا على مساعدات بقيمة 32.4 مليون دولار من المساعدات السعودية واليابانية المخصصة للتطوير لإنشاء 1210 وحدة سكنية جديدة، لكن لعدم توفر الميزانيات بقيت 371 أسرة بلا مأوى، وتطالب اليوم الأونروا ببناء مساكن لهم، يعني تبحث عن ممول ل بناء مساكن لهذه الأسر الموجودة في منطقة رفح. المشاكل التي يعاني منها السكان اللاجئون في مخيمات اللاجئين بشكل عام هي البطالة، نقص المساكن، الاكتظاظ، تعذر الوصول إلى موارد مائية كافية. مشكلة المياه في قطاع غزة مشكلة مزمنة، مشكل أغلب المخيمات تحصل على المياه من آبار حفرتها وتشرف عليها وتشرف على توزيع المياه فيها وكالة الغوث، لكن هذه الآبار لا تكفي لسد حاجة الناس، يعني أن تصلك المياه فقط لمدة 45 دقيقة لتملأ بها خزاناتك يوميا، هذا أمر يعني يضر بالعائلات، خاصة بعد يعني مرحلة البناء في طوابق. كان زمان قبل 30 و35 سنة قبل السلطة وقبل السماح بالبناء، كانت اغلب البيوت هي بيوت يعني اسمنتيه واسطح منخفضه الاسبست والزنك، فيصل اليها الماء بسهوله بدون مواتير ضخ، لكن الان تتحدث عن طوابق في الثالث والرابع والخامس تحتاج الى مواتير لضخ المياه. في ظل ازمه المياه وازمه الكهرباء يبقى اللاجئ الفلسطيني يعاني في مخيمات اللاجئين من هذه المشكله، وهي مشكله المياه تحديدا. بشكل عام هذا يعني غيض من فيض فيما يتعلق بمخيم رفح، وهو المخيم الذي يقع الى الجنوب، اقصى الجنوب في قطاع غزة. هناك مخيم قريب لمخيم، بالمناسبه مخيم رفح هو ضمن كما اسلفنا ضمن يعني نفوذ ومناطق عمل وكاله الغوث في قطاع غزه، ومعترف به من الوكاله وانشاته ايضا الوكاله وتعترف به يعني تضعه ضمن خططها السنويه. مخيم اخر مجاور لمخيم رفح هو مخيم كندا، ويقع مخيم كندا على الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزه، انشئ بعد الاحتلال الاسرائيلي عام او الصهيوني عفوا عام 1967 في معسكر الكتيبة الكندية التي كانت ضمن قوات الطوارئ الدولية، ومن هنا جاءت تسمية هذا المخيم بمخيم كندا، يعني نسبة إلى الكتيبة الكندية التي كانت موجودة. لا تعترف وكالة الغوث بالمخيم رغم وجود بعض الخدمات التي تقدمها فيه للسكان، يتقدم هو المخيم كمخيم كمكان لا تعترف فيه الوكاله، لكن لان بعض السكان انتقلوا من مخيم الى مخيم رفح مثلا الى هذا المخيم، فاسمائهم موجوده ضمن المخيمات المعترف بها واسمه موجود لدى وكاله الغوث، لكن انتقل من مكان الى مكان
تؤدي له الخدمات، يستفيد من خدمات الصحة الموجودة في مخيم رفح. بالتالي يعني بعض الخدمات ربما موضوع الصرف الصحي أو حتى المياه يعني تؤديها نوعا ما الوكالة، لكنها لا تعترف به كمخيم للاجئين الذين يقعون ضمن يعني صلاحياتها أو ضمن نفوذ أو مناطق عملها. مساحة مخيم كندا حوالي 5.1 كيلو متر مربع، وتقدر أراضيه الزراعية ب 260 دون. مخيم كندا بكامله كان ضمن الجانب المصري بعد تقسيم مدينة رفح إلى قسمين، رفح المصرية ورفح الفلسطينية، وذلك بعد تطبيق اتفاقية كامب ديفيد التي وقعت في نهاية السبعينيات وبدأ تطبيقها في عام 1982. قسموا رفح إلى منطقتين، منطقة تابعة للجانب الفلسطيني وكانت تقع تحت الاحتلال الصهيوني، وجزء منها الجزء الآخر هو التي أطلق عليها بعد ذلك رفح المصرية وتخضع للإدارة المصرية. تدريجيا بدأت عودة هؤلاء الناس يعني ضمن اتفاقيات معينة حتى عام 1994 أو بعد مجيء السلطة يعني تم انتقال العديد من الأسر من منطقة الجانب المصري إلى منطقة الجانب الفلسطيني، وهذا كما قلنا اتفاقيات معينة بين الجانب المصري والاحتلال، حتى وصل العدد تقريبا إنه حوالي يعني 883 أسرة تم انتقالها من مخيم كندا إلى الجهة الفلسطينية. أيضا من المخيمات التي لا تعترف بها وكالة الغوث في تلك المنطقة هي مخيم تل السلطان، ويقع غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة، أنشئ عام 1986 وسمي بحي كندا بدلا من مخيم كندا الواقع في الجانب المصري. بلغ عدد سكان مخيم كندا الذين انتقلوا إلى تل السلطان بموجب الاتفاق المصري الصهيوني نحو 17,157 نسمة عام 1997، يعني بعد عودة أو بعد إنشاء السلطة، موزعين على نحو 2417 أسرة، منهم 8,754 ذكرا و 8,433 أنثى حسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. أنا أنصح هنا الدارسين بشكل يعني موضوعي أنه يبحثوا عن مخرجات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، خاصة في الإحصاء الأخير الذي نفذ في عام 2017، سيجدون الكثير من المعلومات التي تهمهم في هذا المجال. أيضا هناك مخيم من المخيمات التي لا تعترف بها وكالة الغوث في قطاع غزة، وهو أيضا ضمن حدود محافظة رفح، ويسمى مخيم المواصل. مخيم المواصل الآن تل السلطان، مخيم المواصل. يقع مخيم المواصي بمحافظة رفح في منطقة المواصي الواقعة على ساحل البحر إلى الجهة الشمالية، والتي توجد فيها أيضا مستوطنة رفحيان. سابقا كانت مستوطنة قبل خروج قوات الاحتلال في سبتمبر 2005 وتفريغ قطاع غزة من المستوطنات ليصبح منطقة يعني بين قوسين كاملة التحرر، لا يوجد فيها أي صهيوني مستوطن أو من الجيش. أنشئ عام 1948 تحت اسم بلوك آر المحاذية لشاطئ البحر، وعلى أرض تتميز بكتانها الرملية. سكنه عام 1948 نحو 20 عائلة فلسطينية، ويقدر عدد أفرادها ب 170 شخص. الآن طبيعي تطور الموضوع، لكن زيادة سكانية قليلة. عدد السكان حوالي 991 شخصا، موزعين على 55 عائلة، وستجدون بعض المعلومات أيضا في السلايدر. هذا فيما يتعلق بمنطقة رفح والمخيمات التي تعترف بها وكالة الغوث، وهو مخيم رفح المخيم المركزي، وبعض المخيمات يعني الملاصقة التي أنشئت في ظروف استثنائية وظروف. أنا بصراحة مش شايف تفاعل على لا في أسئلة مثلا، أو يعني هل الكلام واضح مفهوم؟ ليس هناك نقاش، ليس هناك أسئلة، ليس هناك أمور تحتاج إلى
توضيح امور يعني عديناها بشكل سريع. انا يعني احتاج الى ان اسال الاخوه الدارسين ان كان هناك سؤال فيما يتعلق بالفقرات التي مرت، خاصه فيما يتعلق بمخيم رفح تحديدا والمخيمات الاخرى، قبل ان ننتقل الى معلومات اخرى. ننتقل الى مخيم اخر من مخيمات قطاع غزه. طيب، مخيم دير البلح احد مخيمات المنطقه الوسطى او المحافظه الوسطى، هو اصغر مخيمات القطاع، يقع شمال غرب مدينه دير البلح بمساحه 156 دونما عند الانشاء، تقلصت فيما بعد الى 132 دونما. كأي مخيم من مخيمات اللجوء بدأ بمساكن مؤقتة، خيام من القماش أو حتى خيام بلاستيكية أو يعني ما كان متوفرا، لحوالي 9000 لاجئ لجأوا من المناطق التي تحدثنا عنها إلى منطقة دير البلح. بعد ذلك استخدمت المساكن الطينية، ثم تطورت لتستخدم المساكن الإسمنتية. بعد ذلك وكما أسلفت في بعد مجيء السلطة عام 1964، يعني أصبح هناك عمران في هذا المخيم كما حدث في المخيمات الأخرى، أصبح هناك تطور في البناء والناس تبني يعني أكثر من طابق لي يعني تتوافق مع الزيادات السكانية كما أسلف. وصل إجمالي اللاجئين المسجلين في العام 2003 إلى 19534 لاجئا، في عام 2005 حوالي 20500 لاجئ. يعني ربما لم نحصل على إحصائيات في 2017، لأن أعتقد أنه الرقم يعني سيزيد عن ذلك ولو قليلا، أنه كما أسلفت أنه عندنا زيادة سكانية في قطاع غزة تتحدث عن حوالي 50,000 مواطن في قطاع غزة كل عام يزدادون، بعد يعني معادلة ما بين طرح عدد المواليد من طرح عدد الوفيات من عدد المواليد، عندنا زيادة بما يعادل 50,000 مواطن سنويا. يعني دير البلح أيضا لها حصة من هذه الزيادة كما كل المخيم. كما كل المخيمات الفلسطينية أيضا، معظم اللاجئين الأصليين يعودون إلى قرى في وسط وجنوب فلسطين كانوا يعيشون فيها قبل عام 1948 في ظل الاحتلال. في الغالب هناك عمالة كانت تخرج من دير البلح إلى مناطق 48 للعمل، وكما انطبق على كل اللاجئين بشكل عام أنه هناك فئة العمال هذه كانت تعمل داخل أراضي 48، الفئات الأخرى المعلم وأصحاب الشهادات من أطباء ومهندسين كانوا في العادة في الغالب يبحثون عن فرص عمل أخرى. يوم كانت البلاد العربية مفتوحة لاستقبال الفلسطينيين وخاصة في دول الخليج، يعني لا يمكن أن نغفل فضل دول الخليج في هذا الشأن بغض النظر عن الموقف السياسي أو الفكرة بشكل عام، أنه الكثير من حملة الشهادات الفلسطينيين عاشوا في دول الخليج مثل السعودية والإمارات وقطر والكويت. ولو تذكرون يعني انتشر قبل عدة أشهر وزيرة كويتية تتحدث عن طبيعة المعلم الفلسطيني الذي يعني تلقت على أيديه التعليم وشكرت فيه المعلم الفلسطيني بشكل كبير جدا. بالتالي كانت هناك فرص عمل، كانت الدول العربية مفتوحة أمام أصحاب المهن وأصحاب التخصصات الفلسطينية، فمنهم كثير من غادر يعني أمن مستقبلا وبنى شيئا له ولأولاده ثم عاد إلى فلسطين. لكن تحديدا بعد 1990 وبعد حرب أو بعد دخول العراق الكويت انقلبت المعادلة هناك، لي يعني خطأ في التقديرات السياسية لدى قيادة المنظمة، وأصبح يعني هناك علامات استفهام كثيرة على الدخول الفلسطينيين لتلك البلاد
العمل فيها، ويعني يذكر تاريخ الكثير من المعلمين والعاملين في مهن أخرى في دول الخليج، غادروا دول الخليج إلى قطاع غزة تحديدا، يعني بعد أن يعني تم طردهم أو الاستغناء عن خدمة. بعد مجيء السلطة تحسنت نوعا ما الخدمات المقدمة في المخيمات بشكل عام. هنا الحديث عن مخيم بالبلع، لم يكن بالمخيم شبكة صرف صحي قبل عام 1998، ثم استكملت الأونروا بالاتفاق الطبيعي مع السلطة عملية إنشاء محطة لضخ مياه الصرف بتبرعات أيضا من حكومة اليابان، ويعني بدأت تتحسن شبكة الصرف الصحي في كل المخيمات. يعني أنا الحديث أو الشيء بالشيء يذكر أن المخيمات بشكل عام قبل مجيء السلطة كانت يعني في الغالب الشوارع رملية، في الغالب ما فيش اسم يعني ما في شوارع مسفلتة أو معبدة، لكن بعد مجيء السلطة أصبحت الشوارع يعني استخدموا البلاط واستخدموا الإسفلت ويعني رصفوا هذه الشوارع، وبتنا يعني نلحظ أنه تطور في شبكات إنشاء شبكات الصرف الصحي، لأنه كان أصبح هناك سلطة فلسطينية تشرف على أو تتفق مع الوكالة من أجل تنفيذ مشاريع. ما قبل ذلك كان الاحتلال، الاحتلال مش معني بهذا الأمر، كان معنيا ليس بتطوير المخيمات، إنما كان معنيا بتهجير المخيمات وتركها فارغة، حتى يقول أنه الآن الناس سلموا هذا الأمر وأن الشعب الفلسطيني خلاص نسي قضية اللاجئين ونسي موضوع اللاجئين، وبالتالي سهل أن تحل مشكلة. الآن في عصر السلطة لا، هناك سلطة وطنية، شخص فلسطيني يتابع أو يتفق مع الوكالة من أجل تطوير وتحسين الخدمات في المخيمات، وهذا ما لمسناه بعد عام 1994 بعد مجيء. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، مرة أخرى يعني أعود إليكم من جديد، أرحب بكم مرة أخرى في هذه المحاضرة حول اللاجئين في قطاع غزة. أتمنى يعني أن تكون أن يكون النصف الأول يعني حاز رضاكم ونال إعجابكم، يعني وأضاف إلى معلوماتكم الكثيرة والكثيرة شيئا ولو بسيطا. ننتقل إلى مخيم آخر من مخيمات قطاع غزة، وهو مخيم خان يونس. مخيم خان يونس أيضا في الجهة الجنوبية من قطاع غزة، أقرب المخيمات إلى مخيم رفح، أو أقرب مدينة إلى مدينة رفح في قطاع غزة هي مدينة خان يونس، لكن بالنسبة للمخيمات كما أسلفت المخيمات التي كانت في محيط رفح هي المخيمات الأقرب إلى رفح، لكن كمخيم لاجئين تعترف به وكالة الغوث مخيم خان يونس يعني قريب من مخيم رفح، بينهما حوالي يعني من 15 إلى حوالي 15 كيلومتر. أنشئ مخيم خان يونس عام 1949 بمساحة 549 دونم تقريبا عند الإنشاء. هذه المساحة زادت إلى حوالي يعني وصلت إلى 564 دونم تقريبا بعد ذلك. يقع مخيم خان يونس كما ترون على الشاشة على مسافة كيلومترين من البحر جنوبي قطاع غزة، يعني منطقة قريبة من البحر، ليست كمخيم الشاطئ المحاذي تماما هو دير البلح لشاطئ البحر، لكن هو مسافة 2 كيلومتر، هي مسافة قريبة من البحر. يبلغ عدد السكان داخل المخيم حوالي 49,680 لاجئ، وحوالي 68,792 نسمة خارج المخيم حسب إحصاءات الوكالة عام 1995، ووصل عدد المسجلين لدى الأونروا ووكالة الغوث عام 2003 إلى حوالي 63,219 نسمة، بلغوا حوالي 69,737 في 2009، وهذا يؤكد ما أسلفنا وذكرناه لكم، الزيادة السكانية المضطردة المتسارعة في قطاع غزة، والتي يعني تقريبا على مدار 10 سنوات ماضية وفق إحصاءات وزارة الصحة ووزارة الداخلية وتقرير الحكومة الفلسطينية السنوي،
يعني أنت تتحدث عن كما أسلفت 50,000 مواطن يزداد سنويا في قطاع غزة. بالتالي هذه النسبة الزيادة في عدد سكان مخيم خان يونس من 63,219 عام 1995 إلى حوالي 69,000 عام 2009 يعني ربما تكون يعني منطقية، لكن أنا هنا أشير وأؤكد مرة أخرى على اعتماد أيضا تقارير مركز الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وخاصة في تقريره الأخير الذي صدر في 2017، وهناك نشرات دورية يصدرها هذا الجهاز المركزي حول المواطنين بشكل عام ويخص اللاجئين أيضا بالذكر. المخيمات عادة يشار إليها يشار إلى التجمعات داخلها بنظام البلوك، يعني عندنا معروف أنه والله منطقة مخيم خان يونس أو مخيم جباليا أو مخيم رفح يقسم إلى نظام بلوكات. البلوك هنا عبارة عن تجمع، عبارة عن منطقة، عبارة عن مربع إنجاز التعبير. هل هناك خلل ما يبدو أنني يعني أن الكاميرا في حالة توقف؟ هل هناك خلل لدى يعني يظهر لدى الدارسين أو نعم الكاميرا أشعة من الكاميرا متوقفة يبدو لخلل ما، لكن إذا كان الصوت واحد يعني يغنيكم الصوت، يعني الصورة لا بأس، لا بأس إن غابت الصورة، المهم أن يصل الصوت. ينقسم المخيم خان يونس إلى يعني 13 بلوك إنجاز التعبير. الكلمة بلوك هنا أعني بها مربع، أعني بها منطقة معينة، يعني إحصاءات هذه تساعد في عملية الإحصاء، يعني تسهل عملية الإحصاء، فبالتالي بيقسموها إلى نظام بلوكات أو مربعات. البعض منها في مناطق منخفضة، وبالتالي في الشتاء ونحن الآن في فصل الشتاء أعان الله الناس على يعني في المخيمات، خاصة في يعني المناطق المنخفضة هنا أو المناطق التي يعني تصيبها الغرق أو تجمعات المياه فيها الأمطار بشكل كبير جدا، يعني نسأل الله السلامة دائما لجميع السكان وخاصة اللاجئين. بعضهم في مناطق منخفضة في حالة الأمطار يعني يغطيها الفيضان في فصل الشتاء، معظم المساكن من الطوب الإسمنتي المغطى بالأسبات، لكن كما أسلفت أنه بعد 94 وبعد مجيء السلطة الفلسطينية المخيمات تطورت، هذا ما لا شك فيه، المخيمات تطورت، أصبح هناك مباني عالية طوابق مرتفعة، أصبح هناك يعني تعديل أو تهيئة البنى التحتية بشكل أحسن مما هي عليه في السابق، لكن لم نصل إلى درجة المدن، لم نصل إلى درجة الشيء يعني المقبول أو يعني الذي يعني يعيش فيه الناس براحة وأمان. قلت أنه دائما نحن نعاني من الآن، نعاني مشكلة الكهرباء والإعصار، وبالتالي نعاني من مشكلة المياه من مخلفات الحصار ومن نتائج مشكلة الكهرباء. الحياة ليست يعني باهية إلى هذه الدرجة في المخيمات، لكن هناك تطور في المباني، يعني شكل المخيم. لو رأينا صورة لأحد المخيمات الفلسطينية في قطاع غزة قبل 30 أو 40 عاما و نفس المخيم، نفس المنطقة التي التقطت منها تلك الصورة نلتقط منها الآن، لا صورة مختلفة. هذا واقع يجب أن نتحدث عنه بكل صدق وبكل موضوعية. المباني تغيرت، البنى التحتية تغيرت، لكن المشكلة في الاكتظاظ السكاني، المشكلة في الزيادة السكانية، المشكلة في خدمات الوكالة التي تتقلص، هذا ما يجب ألا نسكت عنه، ألا يعني نغفل عن الحديث عنه دائما، انه في الوقت الذي يزداد فيه السكان الفلسطينيون اللاجئون الفلسطينيون في قطاع غزة يزدادون، خدمات الوكالة تتقلص، جهود الوكالة تتقلص، ميزانيات الوكالة يصبح فيها أزمات، فبالتالي دائما يوضع اللاجئ في ضغط. يعني مثال بسيط،
قبل 30 او 40 عاما، حتى عام 82 يعني مثلا كان اللاجئ الفلسطيني له، كل عائله فلسطينيه لها خلال الشهر دوره في يعني الدقيق والسكر والزيت، يسموها الكوبونه. كل بيت، كل عائله. الان لا، هناك ازمه في هذا الموضوع، هناك عائلات هذا مصنف انه موظف في السلطه، اذا هو يعني خرج من دائره المعونات، هذا موظف انه يعني يعمل في شركه، يعمل في مؤسسه، رغم ان ذلك الامر لا يجب ان يرتبط بعمل هذا الشخص او ذاك، لانه الوكاله موجوده، وكاله الأونروا هاي موجوده لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بغض النظر عن موقعه او مكانه. يعني الموضوع موضوع اغاثه وتشغيل، اما ان تشغل هذا اللاجئ، واما ان تغيث هذا اللاجئ، او الاصل ان تشغل وتغيث. هناك مشاكل في العلاقه مع الوكاله، اكيد يعني الكل يسمع به، وانتم مختصون في شؤون اللاجئين، بالتالي يجب ان لا نغفل الحديث دائما عن مشكلات وكاله الغوث، وخاصه في ظل الحديث عن صفقه القرن التي يعني جزء من اهدافها، جزء من اهدافها هو يعني الغاء الأونروا، الحديث عن بديل للأونروا لشطب موضوع اللجوء، موضوع اللاجئين الفلسطينيين. وبالتالي يعني يجب ان الا نمل، نحن كمختصين وباحثين ودارسين، يجب الا نمل من الحديث عن مشاكل الوكاله، مشاكل اللاجئين، وان نضع الامور وفق نصابها الصحيح، انه هذا اللاجئ طالما انه يعيش حياه اللجوء هو في حوزه او في يعني عهده وكاله الغوث من ناحيه الاغاثه ومن ناحيه التشغيل. لكن مع الاسف الشديد نحن احيانا نغفل عن حقوقنا، وبالتالي يعني تضيع هباء منثورا، ولا تجد من يعني يدافع عنها او يطالب بشكل قوي. نعود الى خان يونس ومخيم خان يونس. ايضا كحال كل المخيمات، هذا مخيم قريب من البحر، اذا هناك يعني نصيب للصيادين، ربما يعني يعملون في مهنه صيد الاسماك. لكن حتى هذه المهنه يحاربنا فيها الاحتلال بشكل كبير، وانتم تسمعون دائما في الاخبار وفي اي موضوع يتعلق بالتهدئه ويتعلق بالعلاقه مع الاحتلال، نتحدث عن توسعه مساحه الصيد. يعني القانون الدولي او قانون البحار بيعطي، يفترض ان يعطي قطاع غزه مثلا ما يصل الى 20 ميل بحري، الحديث دائما يتحدث يكون عن 12 ميل بحري. الاحتلال سرعان ما يفرغ اي اتفاق من مضمونه، يقلل هذه المساحه باطلاق النار على الصيادين، يعود الصيادون لمساحه اقل من 12 ميل بحري، وبالتالي يفقدون الكثير من مصادر الرزق، لأن الصيد في عمق البحر يختلف عن الصيد قريبا من شاطئ البحر، الأمر معروف لدى الجميع. إذا مهنة الصيد هي مهنة الكثير من اللاجئين الذين يعيشون تحديدا في الأماكن المناسقة للبحر، تحديدا في الشاطئ سنتحدث عنه بعد قليل، وفي دير البلح وجزء من جباليا وخان يونس ورفح، لأنه يعني بعض البيوت هي على الشاطئ تماما، بعض بيوت اللاجئين في تلك المناطق هي على الشاطئ تماما، لا يفصل بينها وبين الشاطئ سوى شارع او مثلا جدار اسمنتي، هذا يمنع مثلا يعني وصول المياه الى هذه البيوت، مياه البحر. فبالتالي مهنه الصيد وارد ان تكون احدى المهن الموجوده في المخيمات، وتحديدا كما اسلفت المخيمات المطله مباشره على البحر. ايضا العمل داخل الـ48 يعني ايضا هذه مهنه الكثير من الناس، خاصه انها يعني كانت تدر عليهم دخلا احسن بكثير من المهن الاخرى المرتبطه بالعمل في قطاع التعليم او قطاع الصحه الذي كان يخضع للاحتلال. لكن انا ما زلت يعني اوجه السؤال للدارسين، اعيد السؤال مره اخرى، ما زلت تحت يعني ضغط السلايدات التي تكرر فيها كلمة إسرائيل، أعيد السؤال مرة أخرى، أريد إجابة من الإخوة الدارسين هنا، مسألة
يعني وصف الاحتلال بكلمة إسرائيل، هل هذا أمر طبيعي يجوز كباحثين ومهتمين، أم أننا في حرب المصطلحات مع الاحتلال يجب أن نبحث عن مصطلح آخر يعني عند الكتابة، حتى لو اضطررنا إلى الكتابة مثلا أن نضعه بين معكوفتين أو هلالين أو ما أشبه، لكن إنما نحتاج إلى تعريف آخر. أنا يعني رأيت تعريفا تحدث عن كيان صهيوني، نعم يجوز أن هذا أحد المصطلحات البديلة، ممكن يكون الكيان الصهيوني أو الاحتلال فقط دون الإشارة إلى إسرائيل أو غير ذلك من المسميات. جميل، التفاعل هنا يعني هنا التفاعل يعني أصبح واضحا بالنسبة لي، فبالتالي يعني أستطيع أن أرى مشاركات بعض الزملاء الدارسين. إن درجة أنا يعني إشارة بحثية فقط، درجة العادة لدى الكثير من الباحثين عند الإشارة إلى الكيان ومضطر لاستخدام كلمة إسرائيل أن يضعها بين هلالين أو بين معكوفتين، هذا أيضا يجمل الموضوع، أنه هذه يعني لا أعترف بهذا الكيان على أنه دولة أو يعني بين قوسين دولة يعني يحق لها العيش على هذه الأرض، لأنها يعني كيان مغتصب واحتلال لأرضنا الفلسطينية التي يعني يجب أن نعمل على تحريرها دائما والجميع إن شاء الله. أحاول أن أستعرض فقط بعض الإجابات أو بعض جميل، نعم سواء استخدمنا كلمة إسرائيل أو غيرها، المهم آلية الدفاع وهذا أمر جميل. يعني نحن نقول دائما في هذا الإطار أنه نحن نعترف بوجوده، لأننا من نقاتل ومن نحارب ومن نعادي كيانا موجودا، لكن الاستمرار في استخدام كلمة إسرائيل، دولة احتلال، دولة إسرائيل، دولة احتلال، هذا يعني في حرب المصطلحات يجب أن ننتبه إلى وضع المصطلح الدقيق في سياقه الصحيح. هذه يعني لفتة أرجو أن تبحثوا عنها وأن تهتموا بها في كتاباتكم المستقبلية لصالح الأكاديمية أو لي يعني أبحاث في أماكن أخرى إن شاء الله، يعني ربنا يوفقكم وتكونوا يعني من الباحثين المتميزين. في المخيم، نرجع للمدارس، موضوع المدارس، أين نعيشين؟ مدرسة 14 مدرسة ابتدائية وست مدارس إعدادية، ينتظم فيها حوالي 18602. أنا أتحدث عن يعني إحصاءات قديمة يعني، بس العدد عادة بيكون يعني يتراوح بين هذه وتلك مع مراعاة الزيادة السكانية التي تنعكس أيضا على نواحي الحياة كتعليم وكريادة لعيادات أو مراجعة لعيادات الصحة كمرضى لا سمح الله. وبالتالي لكن في عندنا مشكلة بتبرز في الوكالة في التعليم تحديدا، أنه قلة عدد المدارس الموجودة في قطاع غزة، أحيانا كان في بعض المدارس تعمل على ثلاث دوريات، ثلاث فترات، تخيل أنه المدرسة تفتح من الساعة 6:30 وتغلق أبوابها من الساعة 6:00 مثلا، بالتالي بيقلصوا حجم الحصص، الفسح ما بين هذا لا وقت ما بين الفترة والفترة. وعدت الوكالة قبل الفترة بزيادة عدد الفصول الصفية وزيادة عدد المدارس، ويعني وعدنا قبل عدة سنوات أنه هناك خطة لإنشاء 100 مدرسة في الضفة وغزة، لكن وكانت ميزانيتها موجودة وموادها المواد البناء موجودة ويعني مشترى ويعني مدفوعة القيمة، لكن كان هناك اعتراض من الاحتلال. أنا أعتقد أنه يعني مدارس الوكالة تحتاج إلى تطوير من حيث ليس المساحة، المساحة مساحات جميلة وجيدة، لكن نحتاج إلى زيادة في عدد المدارس في المخيمات، لأنه الزيادة السكانية زيادة كبيرة والمدارس لا تستطيع أن تستوعب كل هذا العدد. الحلول دائما بتكون على حساب الطالب الفلسطيني، الطالب اللاجئ، انه والله بنزيد احنا عدد الطلاب في الصف في الفصل الدراسي الواحد، بمعنى انه الفصل يستوعب في النموذج، في النموذج نموذج التعليم 30 طالب في حد اقصى، تجد في مدارس الوكالة الان 45 احيانا 50 طالب. فيعني هنا تبرز المشكلات الكبيرة لدى المدرسين ولدى يعني الطلاب، انه لا في تكدس في المدارس.
هذه مشكلة من المشاكل التي ينبغي أن تعالجها الأونروا، والحديث دائما يكون عن تخصيص مباني لبناء مدارس جديدة لوكالة الغوث. لكن في ظل الأزمات التي تتحدث فيها أو عنها وكالة الغوث، يبدو أنه مسألة بناء المدارس يعني يفترض يكون يعني سيكون خارج حسابات الوكالة في المرحلة الحالية. أنا حقول لك أنه والله أنا بس يلا يلا أوفر الرواتب وأوفر الميزانيات للموظفين وأطول، لا بأس، احنا يعني هذه هناك جهات تتابع هذا الموضوع. هل هناك تفرقة بين الطالب اللاجئ وغيره من أهل المنطقة؟ الموضوع مش موضوع تفرقة، المدارس الوكالة تستوعب اللاجئين. يعني الآن مثلا في مخيم خان يونس مثلا، واحنا بصدد الحديث عن خان يونس، في مخيم خان يونس هناك مدارس لوكالة الغوث، الطالب اللاجئ تستقبله الوكالة من أول ابتدائي حتى التاسع، حتى ثالث إعدادي. الطالب المواطن المصنف غير لاجئ هناك مدارس الحكومة من الابتدائي وحتى الثانوية. ما بعد التاسع موظف طالب اللاجئ الذي يدرس حتى التاسع في مدارس وكالة الغوث ينتقل بعد ذلك للدراسة مع المواطن، مع زميله المواطن في مدارس الحكومة، لأنه كما أسلفنا أنه الوكالة تغطي في التعليم فقط حتى التاسع أو الثالث إعدادي، ثم بعد ذلك يلتحق الطلبة جميعا في إما مدارس خاصة، المقتدر يذهب إلى مدرسة خاصة أولى ثانوي وثانية ثانوي توجيهي، والكثير من الناس يتوجه إلى مدارس الحكومة. إذن الموضوع مش موضوع تفرقة بقدر ما هو يعني سياسات متفق عليها منذ نشأة الوكالة وعملها في المناطق أنها تغطي التعليم حتى المدارس. يعني احنا كنا نتمنى ان يكون في يوم من الايام هناك مثلا تعليم ثانوي لوكالة الغوث، لانه بيخفف الضغط عن مدارس الحكومة ويعني ويخفف العبء ايضا عن مدارس الحكومة. لكن يعني لا ادري تحديدا، لم ادرس هذه النقطة بالذات، لا ادري اذا كان يعني هناك ما يمنع ذلك او انه يعني هو فقط اتفاق على اتفاق واستمر هذا الاتفاق منذ زمن بعيد، يعني تحتاج الى مراجعة. كما أسلفت الموضوع مش موضوع تمييز، المواطن له مدارس الحكومة التي تشرف عليها الحكومة، اللاجئ له مدارس الوكالة، الاثنين بيلقوا في الثانوية، اللي طالع من مدارس الوكالة في ثالث إعدادي واللي طالع من مدارس الحكومة في ثالث إعدادي بيروح على أول ثانوي العاشر، بيروحوا كلهم مع بعض على مدارس الحكومة ويندمجوا مع بعض، ثم بعد ذلك ينتقلوا إلى الجامعة. في مخيم خان يونس هناك ثلاث مراكز صحية، واحد من هذه المراكز يقع في قرية معن القريبة من المخيم، أنشئ عام 1996، وهذا يعني تذكرنا هذه الشريحة بأنه يضم جناحا للنساء والولادة كما كان سابقا في بعض المخيمات، لكن في الغالب أنه يعني انتقل موضوع النساء والولادة إلى عيادات الحكومة وإلى مستشفيات الحكومة، وامتنعت الآن عيادات وكالة الغوث عن تأدية هذه الخدمة. هناك 3112 أسرة تتألف من حوالي 14798 فردا مسجلة كحالات عسر شديد مستحقة لمساعدات الإغاثة بالوكالة في المخيم، مركز توزيع أغذية واحد فقط. ويعني لو عدنا قليلا الى الوراء الى ما قبل كما استفت 30 و35 سنه، كان هناك الكثير من الامور التي حجبت الان، يعني مساله سموها حاجه بين قوسين الطعمه، المطعم للاجئين، كان هناك اكثر من مطعم في منطقه مخيم جبالي مثلا يذهب اليه الطالب اللاجئ والعائله بشكل عام، يعني سواء داخل المدرسه او خارج المدارس، يتناول طعام الافطار او احيانا تناول طعام الغداء. هناك كومونه كانت شهريه فيها ملابس وفيها غير كومونه الاطعمه وكومونه المواد التموينيه، هناك ايضا كومونه المدارس، هناك منح طلابيه للدراسه ما بعد الثانويه في الجامعات، كانت هناك منح تصرفها وكاله الغوث، وفي ذلك الوقت كانت المنحه تكفي الطالب حتى في دوله عربيه او دوله اوروبيه في وقت مثلا يعني في التسعينيات، بداية التسعينيات، لكن حسب ظني هي الآن
متوقف هذا الامور توقفت، هناك الكثير من الخدمات التي اوقفتها وكاله الغوث، وهناك العديد من المطالبات بعوده هذه الخدمات الى النشاط مره اخرى. لكن دائما ما نواجه بمساله الميزانيات لا تسمح، وانه كما تعلمون جيدا وانتم معتصون في اللاجئين، انه وكاله الغوث التي انشات بقرار 302 الاممي يعني ربطت موازناتها وميزانياتها بالمنح والهبات، ولم تربط ميزانياتها بالامم المتحده انها تخصص لها يعني ميزانيه سنويه. بالتالي يعني دائما ما تتهرب الوكاله بحجه انه والله ما فيش ناس بيدفعوا، او قلصت امريكا او قلصت اليابان او غيرها من الدول المانحه. في حديث ايضا هناك عن مراكز برامج المراه، يعني في كل مخيم هناك مركز، لكن حقيقه انه في الاونه الاخيره وتحديدا في 2018 هناك تقليص، هناك انهاء لهذه البرامج، ويعني خلص يعني انه الموظف الذي على هذه البرامج اصبح بلا وظيفه، يعني هناك عدم اهتمام كبير في هذه البرامج. ايضا هناك كان اهتمام مثلا بالانديه الرياضيه، يعني كل مخيم من مخيمات قطاع غزه الثمانيه كان هناك نادي ترعاه، نادي رياضي اجتماعي ثقافي ترعاه وكاله الغوث حتى ثمانينيات القرن الماضي، ابتداء من بعد مجيء السلطه اصبح دور الوكاله في الانديه الرياضيه دور يعني ضعيف جدا، وتوقف بالكامل هذا الدعم للانديه الرياضيه بعد الانقسام السياسي في عام 2007 بحجه انهم يعني لا يتعاملوا مع حركه حماس بشكل مباشر، وهي اي تدير هذه الانديه. يعني هناك كلام كثير يمكن ان يقال في هذا الموضوع، انه الوكاله قلصت الكثير من خدماتها الشبابيه وفيما يتعلق بالمراه وغير ذلك، والان بحجه الميزانيات تكتفي فقط بالجانب الصحي بشكل مباشر، العيادات تحدثنا عنها والجانب التعليمي. مخيم اخر من المخيمات، وهو مخيم يعني الذي احدثكم من قلبه ومنه بشكل مباشر، مخيم جباليا. هذا المخيم لعله يعني الاكثر شهره لانه ارتبط اسمه بانتفاضه 87 التي يعني نعيش ذكراها 31 هذه الايام، يعني افترض انه في 8/12 هي الذكرى 31 لانطلاقه انتفاضه عام 1987 التي انطلقت من قلب مخيم جباليا، وتحديدا يعني من منطقه تبعد عن مكان تواجدي هنا بعشرات الامتار. انشئ عام 1948 وهو يقع الى الشمال الشرقي من مدينه غزه، وعلى مسافه كيلومتر من الطريق الرئيسي اللي احنا بنسميه شارع صلاح الدين. شارع صلاح الدين هذا يمتد من رفح جنوبا الى يعني بعيدا، لكن بالنسبه لنا في غزه يتوقف عند بيت حنون، لكن امتداده بعد ذلك ان شاء الله في يعني في مرحله التحرير الكامل لفلسطين سيبقى ممتدا هذا الشارع حتى يصل الى يافا والى حيفا. بالتالي هذا الشارع هو الشارع الاطول في قطاع غزه حاليا، يعني بطول تقريبا 45، نعم يا امام، هو اطول شارع في قطاع غزه، يمتد من رفح في اقصى الجنوب الى بيت حنون في اقصى الشمال، واسمه صلاح الدين، شارع صلاح الدين. المخيم يحد من الغرب والجنوب بلدتا جباليا والنزله، ومن الشمال بلده بتلاهي، ومن الشرق يعني كان هناك من الشرق كان هناك بساتين وبيرات. الان المنطقه التي تحد هي المنطقه التي تشاهدونها، يعني اللي من خارج قطاع غزه يشاهدوا على التلفاز كل جمعه في مسيرات العوده، هي المنطقه الشرقيه من مخيم جباليا، حيث يكون تجمع مسيرات العوده الاسبوعي في تلك المنطقه. بلغت مساحة المخيم عند الإنشاء حوالي 1403 دونمات، وصلت إلى 1448 دونم. ملاحظين في كلام عن الزيادة أو النقصان، هذه الزيادة أو النقصان بتكون تابعة موضوع يعني مساحة تنضم إلى حدود هذا المخيم أو مساحة تؤخذ من حدود هذا المخيم.
يعني سواء في عصر الاحتلال او حتى في عهد السلطة. بلغ عدد سكان مخيم جباليا في بداية انشائه حوالي 37,800 نسمة، مقسمين على 5,587 عائلة، ووصل تعداد في عام 2003 الى حوالي 106,000، لكن في 2009 صار 108. انا بتوقع في 2017 عدد سكان مخيم جباليا في داخل المخيم قد يصل الى 115,000 او 120,000 لاجئ في مخيم جباليا. الان مخيم جباليا كما قلت خرج منه مجموعه من الناس وتقدر الان بالالاف، وقطنوا منطقه الى الشمال من المخيم وسميت بعد ذلك مشروع بيت لاهي، يعني لقربه من مدينه بيت لاهي. ايضا في المنطقه الشرقيه من المخيم في جبل او تل اطلق عليه تل الزعتر تيمنا ايضا باسم تل الزعتر، ذلك المنطقه والمخيم في لبنان، وايضا يعني يحتوي عدد كبير من السكان. ايضا في منطقه في المنطقه الغربيه يعني منطقه بئر النعجه او يعني منطقة بئر الحنان حتى يطلق عليها الآن جديدا بئر الحنان، من هناك أيضا مجموعة من أهل المخيم سكنوا في تلك المنطقة. عبارة كانت عن منطقة حكومية، منطقة أراضي حكومية يعني استفاد منها الناس مع مجيء السلطة، وتوسعت حدود المخيم قليلا حتى يعني تقترب من البحر غربا. كما أسلفت، المخيم جبل انطلقت من الشرارة الأولى للانتفاضة الأولى عام 87. المخيم مساحته فقط 1.4 كيلو متر مربع، تخيل تقريبا 120 ألف مواطن يسكنون في منطقة لا تزيد عن كيلو متر ونصف كيلو متر مربع، وهذا معنى ذلك أن هذا المخيم يشتمل أو يشهد ازدحاما سكانيا كبيرا. هناك يعني البيوت متلاصقة كحال كل المخيمات، حقيقة كحال كل المخيمات البيوت متلاصقة تكاد لا تفصل بين يعني كل مجموعة بيوت ومجموعة أخرى، شارع بي يعني بعرض مترين أو ثلاثة أمتار. يعني كما قلت المخيمات يعني صحيح أنها شهدت تطورا، لكن ضغط المساحة ضغط الناس لا يسمح بالتطور في هذه المساحة الـ يعني الغير متطورة أو غير ممتدة، يعني مساحة محددة أنت تضع فيها هذا العدد الكبير من السكان. بالتالي يعني هناك معاناة شديدة في مخيم جباليا وفي غيره من المخيمات فيما يتعلق بموضوع السكان. لا شك أنه نحن بحاجة إلى أفكار إبداعية وأفكار كبيرة تحل هذه المشاكل. التوسع الرأسي ليس دائما هو الحل الأمثل لهذه المشاكل، لكن أيضا الجانب السياسي يلعب دورا مهما في هذا الموضوع، وهو مسألة البقاء على مشكلة المخيمات ومشكلة اللاجئين حتى حل هذه المشكلة، سواء في أروقة المؤسسات الدولية أو عبر يعني الطرق الأخرى التي يعني تعرفونها. في مخيم جباليا ايضا بنفس الاسلوب نفس الطريقه، عدد العمال في فتره الاحتلال كان هو العدد الطاغي، العدد الاكبر من الناس الذين يذهبون الى العمل في مناطق ال 48. هناك من كان يعمل في المشاتل وبعض البيارات وبعض المزارع في منطقه بيت لاهيا القريبه من المخيم، وايضا منطقه بيت حانون التي لا تبعد كثيرا حوالي 5 أو 6 كيلومترات عن المخيم. هذه احوال اللاجئين في كل المخيمات، ليس فقط في مخيم جباليا او في مخيم رفح، انما في كل المخيمات. تدير الأونروا 25 مدرسه في منطقه مخيم جباليا، 18 مدرسه ابتدائيه و7 مدارس اعداديه، ينتظم فيها 29,231. انت عندما تتحدث عن المدارس ربما الإشارة هنا إلى المبنى، لكن المبنى تكون فيه مدرستين، المدرسة الصباحية باسم والمدرسة المسائية فترة المسائية باسم. ربما المبنى يشتمل على مدرستين، يعني أنا في المنطقة التي أسكن فيها بجوار بيتنا مدرسة
مدرستان مبنيان، يعني مدرسة للإناث ابتدائي ومدرسة للذكور ابتدائي، بينهما شارع حوالي 8 أمتار، لكن كل مدرسة كل مبنى فيه مدرستان. فترة صباحية مدرسة بها أكثر من 1500 طالب، والفترة المسائية مدرسة بها أكثر من 1500 طالب من الصف الأول ابتدائي حتى الصف السادس الابتدائي. أنت تتحدث عن تجمع فيه 12,000 طالب وطالبة في مبنيين بفترتين، فترة صباحية وفترة مسائية. هذا يعني دلالة التكدس الكبير في هذا المخيم الذي يصل سكانه تقريبا كما أسلفت إلى 120,000 لاجئ تقريبا، أغلبهم طبيعي من يعني الغالبية العظمى من اللاجئين. ربما في بعض المناطق يعني يختلط فيها بعض المواطنين ببعض اللاجئين، لكن في النهاية يعني ربما يصنف على أنه لاجئ. في المخيم كان هناك مركز صحي واحد، كان هناك مركز صحي واحد في وسط المخيم بجوار مركز الشرطة وبمنطقة السوق، وهي منطقة مزدحمة جدا. غالبا في مخيم جبالي منطقة تشهد ازدحام شديد، سوق زائد عيادة وكالة ومركز توزيع المعونات ومركز الشرطة في مربع واحد. لكن منذ سنة أو سنة ونصف تقريبا قامت الوكالة بإنشاء مركز صحي آخر أسمته مركز الفخورة، نسبة إلى منطقة الفخورة ومدرسة الفخورة. ولو عدتم إلى التاريخ قليلا في عام 2008 كان هناك قصف عسكري، قصف إسرائيلي أو قصف صهيوني لمنطقة مدرسة الفخورة التي اشتهرت في ذلك الوقت. إذا العيادة هنا أطلق عليها اسم عيادة الفخورة، ونقلوا يعني جزء من المخيم والمناطق المحيطة بالمخيم لتلقي العلاج في هذه العيادة. أصبح لدينا في مخيم جبالية عيادتان أو مركزان صحيان لوكالة الغوث. يعني التقديرات زيارات المرضى المتوسطة شهريا هي تقديرات عالية جدا، لأنه نتحدث عن مكان مكتظ بالسكان وبدرجة كبيرة جدا. يعني الحديث في الشرائح هنا عن ما لا يقل عن 30,000 سيارة شهرية للمرضى لهذه العيادة، هذا أمر طبيعي. أيضا هناك مركز لبرامج المرأة لا زال يعمل حتى عام 1900، يعني من 1995 كان يعمل، لكن أنا معلوماتي أن مركز برامج المرأة أو مركز المرأة التابع لوكالة الغوث توقف عن العمل واستبدل بشيء آخر. لكن هناك مراكز أخرى للمرأة، لمراكز خاصة بعيدة عن وكالة الغوث. النادي الذي في المخيم كان ناديا تشرف عليه وكالة الغوث، لكن الآن هو نادي لا علاقة لوكالة الغوث به من قريب أو من بعيد، يعني والعذر السياسي بالنسبة لهم واضح وموجود. هذا ما يتعلق بمخيم جباليا. ننتقل يعني بشكل سريع إلى مخيم النصيرات، وهو أحد المخيمات. حتى لو عدنا قليلا لموضوع المخيم الجبالي، أنه عدد الحالات التي يعني تستفيد من مساعدات الإغاثية من وكالة الغوث، أعتقد أنه حالات هي لا ترقى ل يعني ما فيش توازن بين قوسين، فيش توازن ما بين عدد العائلات المستفيدة والعدد الإجمالي للاجئين في مخيم جباليا وفي كل المخيمات. صراحة في كل المخيمات يعني تتحدث عن 3,112 أسرة تتألف من 14,798 مواطنا لاجئا، يعني هذه مسجلة كحالات عسر شديدة مستحقة لمساعدة الإغاثة في مركز توزيع أغذية واحد. يعني على مدار الشهر كل يوم لازم يكون في توزيع لهذه الأسر، بس هذه الأسر هي لا تغطي احتياجات المخيم، خاصة في ظل الحصار وظل الأزمة الاقتصادية اللي بيعيشها حتى موظف حكومة لاجئ لا يتقاضى راتبا كاملا، أيضا يضع تحت خط الفقر، لكن الوكالة تخرج اسمه من دائرة المساعدات مجرد أنه أصبح موظفا. هذه
كنا نقول انها نقطة تحتاج الى معالجة منذ فترة طويلة. هذا يبقى لاجئا، عمل في اي مكان هو يبقى لاجئ ويعني له حقوق على وكالة الغوث ان تلبي هذه الاحتياجات والحقوق له.